من آخر الأشياء ومن أهمها الرجوع إلى الله تعالى، لا يحتاج إلى واسطة. ما دارك زول يتوسط لك لله. الدنيا دي لو داير لك حاجة من زول في الغالب، وخاصة بلدنا دي، إلا تلقى لك واسطة كبيرة يقول لك، يقول لك ما عندك واسطة كبيرة أمورك ما بتتقضي، تمشي تجيب لك زول كده مسؤول شنو وبتاع، وتمشي وتوسط لي وأعمل كده وقدم لي ورقي. يا ناس الله ما داير لي واسطة، ولا داير لزول أنت تمشي تحنسه. أنت دا أرفع يديك للمولى، فقلت استغفروا ربكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يغفر لك. مش كده بس، قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولا داير له أوراق تقدمها ولا استمارات بتملاها، ولا داير لك كلام كثير. أرفع يديك لله سبحانه وتعالى، أظهر الندم على الذنب لله. آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا. يا أخي ما تشكيل يا زول يا أخي، أنت تشكيل الناس مالك؟ عندك عندهم شنو؟ هم عندهم حاجة أنت غيره؟ يقول لك يا أخي ده مسؤول كبير، مسؤول بتاع شنو يا أخي؟ يا أخي أشكيل يا الله يا أخي. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يونس عليه السلام جوا البحر، شوف ده ما كايس له ورقه ولا استماره، جوا البحر، ظلمه الليل وظلمه البحر وظلمه بطن الحوت، بلعوا حوت وخشبه جوا البحر. دعا ربنا قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله قال فاستجبنا له، طوالي الله استجاب له. انت اللي بيخليك تمشي لزول شنو؟ والله انا شفتها من اكثر الاشياء اللي بتزعج وتألمك، تلقى زول عبد لله بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومتعلق له يا شيخ، يقول لك والله يا شيخنا ده بس امورنا كلها عنده. يا ناس الناس بتخاف الله؟ ديل بيجاي الجامع اللي هنا ده معلقين فوق صورة الشيخ، ده جامع ولا ده صالون بتاع تصوير؟ ده شنو ده؟ صورة الشيخ معلقة وابونا الشيخ وده العمل وده. يا زول ما بيعمل أي حاجة، ما بيعمل أي حاجة. الله قال لك أمشي له طوالي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله قريب قال لك أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. على كلام ده ماشي بزعل لسه الناس، يخلوا الله يقعدوا يباروا في الشيوخ؟ بلد مليانه شيوخ وبركه ما فيها. هسه بلدنا دي الشيوخ ده لو بينفع وين بركته؟ وينه؟ اي غريه فيها فقيه شغال، واي محله فيها شيخ ومسيد بي جاي وزريبه بي، وين بركته؟ مستفيدين منهم شنو نحن؟ ما مستفيدين منهم اي حاجه الا ضرونا بس، ضرونا وديل سوسة في البلد دي، وأزوا البلد دي أزمة عادي، والله أزوا البلد دي أزمة عادي. كم ما عجبك كلامي ده، المرة الجاية ما تجي تصلي معي هنا، أمشي أشوف أي محلة ثانية أصلي فيها. شوف لك زول جاملك في الدين، ديل خربوا البلد يا أخي. عشان كده ربنا قال للعباد الجولة طوالي، ما في واسطة طوالي. ربنا قال وقال ربكم ادعوني، ما في شيخ في النص، رسول ذاته في النص، ما في. تدعو الله طوالي، ادعوني أستجب لكم. شوف الكلام ده بالله كيف، بس ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شفت؟ فموضوع الرجوع لله رجوع مباشره، تندم تبكي لله، تنكسر لله، ما تنكسر للشيخ يا اخي. واحد تلقى مدنجن جنب قبر الشيخ، افتح اليوتيوب هسه دي شوف بعينك، سودانيين بيشبهونا كده، ده زينا هذي البجاي قاعدين، واحد مدنجر قدام الشيخ، ابوي الشيخ وانا ومحتاج ومسكين وجيتك ضعيف وجاي من بعيد، تجي ليه ده؟ الله قال لك تعال ليه ده؟ يا مسكين الله قال لك تعال ليه ده؟ يا اخي ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، اثنين ماف فكيف الواطه والله في السماء ماف، ولا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون. فاذا يا اخواننا خلاصه الامر الرجوع لله مباشره، ما في واسطه، ندم لله وانكسار، والله ربنا يديك حلاوه في قلبك واطمئنان ويزيدك من خيري الدنيا والاخره.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور وقوم إلى الصلاة يرحمكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.